إلى تذكيري بأبرز وأهم العناوين. حكومة صلاح الدين تطلق استمارة آلاف الدرجات الوظيفية وتسارع في المشاريع الخدمية بمختلف المناطق. تتناول حرب غزة ومواقف الفصائل السوداني في طهران وعواصم خليجية لترسيخ قواعد الاستقرار الجديدة بالمنطقة. بارزاني وطالباني يرأسان اجتماعا مهما للمصالحة السياسية، والبارتي يعيد فتح مقراته الحزبية في كركوك. والدعاية الانتخابية ومناصب الوكالة تشترك في عدم استقرار صرف الدولار، وذي قار تودع أهوارها بصمت الزمن. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.